نبتدي بالاستاذ فتحي سند، يعني بما انه لا انا لازم يعني ابتدي بالاستاذ فتحي سند. نبتدي بالاستاذ فتحي سند ده امر. ويعني من يتحمل المسؤوليه؟ يتحمل المسؤوليه، شوفي يعني لازم نحدد المسؤوليه عشان ناخد فيها القرار. المسؤوليه يتحملها اتحاد كره القدم. اتحاد كره القدم زي ما سيادتك قلتي هو اتحاد جاء بالباراشوت، اتحاد فشل في كل المهام التي اوكلت اليه. الفشل ممتد المفعول من سنة 2018 وحتى الآن. 2018 كان في فضايح في روسيا، حصل مشاكل خلافات، حتى لما رجعوا عملوا مؤتمر صحفي. أنا بريد عمل مؤتمر صحفي اتحاد الكرة، أنا حضرته بعد العودة، كنت معتقدهم هيستقيلوا، لقيته بيتخانق مع مجدي عبد الغني جوه المؤتمر وحصلت فضيحة تانية وقصة. والناس خدت فرصتها إلى 2019 بطولة الأمم الإفريقية، كانت نفس الكارثه ونفس الماساه ونفس الخروج من دور ال 16. استقيلوا، لا مش هنستقيل، امشي، لا مش هنمشي، يلا ادفع، مشيت وبارك الله فيما رزق ومشيت. استمرت المهزله من 18 ل 20 19. مش اتحاد الكوره طبعا غصبا عنه اقيل، رغم ان هم قالوا استقال، ما كانوش عايزين يستقيلوا. ثم دخلت بقى فكره الشغل الخبيث في قصة اللجان التي تحرك من خلالها السيد هاني بوريدة والاتحاد الدولي وعملوا لنا لجان رجعوا الكرة تاني. فضلت الكرة ترجع إلى أن عادت إلى الخلف بشكل طبيعي جدا جدا، لأن التصحيح لم يبدأ منذ الفشل من 5-6 سنين. وبالتالي الحل يبدأ من كلمة واحدة بس سيادتك قلتيها، رقم واحد اتحاد كرة القدم يمشي وتيجي ناس جديدة تفكر وتخطط وتضع استراتيجية لكرة القدم المصرية حتى لبعض سنوات طويلة. ممكن ما نحققش نتائج سريعة، لكن ما نفضلش نضحك على الشارع ونسكن وندي حقن وانتيبيوتكس وحاجات بالكلام ده كله. وبالتالي أرجو إن اتحاد الكورة ياخد المبادرة ويقدم استقالته ونقعد نتكلم بعد كده إيه اللي ممكن يحصل. فكرة بقى الفزاعة بتاعت الاتحاد الدولي، شغل الأونطة ده ما عادش بياكل خالص يعني. اتحاد الكورة ده لو مشي هنقدر نجيب ناس ايمن يونس، هنجيب ناس، هندور على ناس، هندور على ناس، ويجي الاتحاد يحط سياسه تمشي زي ما سيادتك قلتي. ده انت اللي عندك لمسابقات، بنهلل الدوري والدوري ضعيف، ما عندناش مسابقات ناشئين وبالتالي ما فيش قاعده، ما عندناش ناس بتحترف. كنا بنلعب فرقه كل اللي في 25 محترف في الكونغو دي واحنا عندنا 8 وضعيفه. مساله ان انا احسبها من المحترفين، لو حسبنا كده احنا بغلطانين. ل 2008 2006 2010 كنا ماشيين من خلال منظومه الى حد ما ناجحه. فالبدايه من عند الناس الشرفاء المحترمين يتفضلوا ويمشوا ونبدا نفكر نعمل ايه بعد كده.